كان جاك اوفر توافق ولا ما وافقش؟ تستنى اكيد من دعوه للمنتخب الجزائري. كان معي طوليس نقعد جزيري. هي الحياة تترنح بك بين أمواج متلاطمة، أحيانا تكون مدا تقودك للنصر، وأحيانا تكون جزرا يعود بك للخلف، لكنها مظاهر طبيعية لحالات تمر بها مسيرتك في كل مجال. بغداد دفع فاتورة تراجع مستواه ليجد نفسه خارج مسار التواجد مع كتيبة الخضر، فغيمة فترة الفراغ طالت في سماء اللاعب، ونجم التألق أصبح لا يرى فيها مع كل مباراة. الإقصاء من القائمة كان بعدل ثبات المستوى على مؤشر التراجع مع كل تحدي، فالاختلاف على قدرات اللاعب الذي كان معادلة نجاح في كل استحقاق بل رقصة لنصر في الكثير من المرات، لكن دوام حال الصبر عليه صار من المحال. جمال بالماضي حين أخفى اسمه بغطاء الحتمية كان ينظر لمستقبل النتيجة. بغداد سيخفق قلبه لا محالة مع كل ذكرى جميلة له مع الخضر، فالحكم بأحكام نكران الجميل سيكون ظالما، لكن التحديات المقبلة أهميتها تجعل قوانين الصبر باطلة. بونجاح سقط من الحسابات على أرضية الواقعية، والآن سينظر خلفه باحثا عن نفسه في مستقبل التواجد، مغلقا باب خيبة الغياب وباحثا عن تضميد جراح مرحلته العصيبة لاستعادة زي التوهج الذهبي. اليوم العناوين عبرت عن الرضا بالاستبعاد، لكن قلب بغداد سينادي أحسن وسيلة لرسم مسار مستقبل الحضور هي الغياب. لوزتي هي أقراص مطهرة ومرطبة للحلق، تساعد على تخفيف احتقان الحلق والأنف وبنكهات مختلفة، متوفر في الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. DMCM المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زر صفحتنا على الفيسبوك.